طيب فيديو النهاردة هنكون شغالين على سكتش كرافت، التولز اللي احنا هنستخدمها ماركر جراي وماركر اسود وايت جيل وقلم الوان خشبية لون ابيض. تمام، هنبدأ بالاول بالاسود كالاتي. هندي لير، يعني لير فلات على كل الكرسي. بعد كده هنبدأ ان احنا نرجع نشتغل. تابعوا معي. طيب هنلاحظ بقى في الاماكن دي ان انا بسيب اهو المنطقه دي كده عشان وايت جيل يكون اسهل فيها، اللي هي منطقه الريفلكت. ونفس النمط هنا هحاول ان انا مثلا اسيب خط خفيف كده بحيث ان هي دي المنطقه اللي انا هضيف فيها الوايت جيل بتاعي، وفي نفس الوقت انا مش عايز اخد فتره زميل فتره طويله وانا بضيف الوايت جيل. نكمل. بشكل عرضي نفس النمط الآتي ده كده اهو. نفس النمط من المنطقة دي كده اهو. غير التحديد الاتجاه بتاع الماركر بتاعي اهو في نفس الاتجاه بتاع البيز بتاع الكرسي. برضو في المنطقة دي اهو نسيب خط خفيف. نفس الشكل الاتي اهو زي ما قلنا الاتجاه بتاعنا اهو ده حركة الاتجاه اللي احنا هنكون شغالين عليه. بعد ما ضفنا اللير الأساسية أبدأ أستخدم الوايت جيل أهو، الوايت جيل بتاعنا
احنا شغالين عليه. تمام، هبدأ بقى اضيف كل الريفلكت اللي موجود للسكتش بتاعي اهو. نفس النمط الاتي ده كده، ممكن لو القلم بيقطع استخدم قلم وايت جل تاني. بعد كده اهو ممكن برضو نستخدم ورقة او مسطرة. دايما تأكد ان انت بتنظف الراس بتاعت القلم الوايت جيل بالذات، لانه بيكون امتص جزء من الارضية. تمام، اهوت هبدأ ان انا طيب المنطقة اللي فوق دي اهو، واحد جزء تاني تاع نفس النمط ده كده. بعد كده هيبدأ هيجي دور قلم الخشب نفس النمط الآتي ده كده اهو. طيب القلم لو انكسر هبدأ اهو في نفس الوقت اهو بنفس النمط ده كده أجزاء خفيفة. يعني هنا هسيب جزء بنفس الطريقة دي كده اهو. هبدأ اطلعهم من المنطقة دي كده بنفس الشكل الآتي. هنبدأ نيجي مثلا انا من جراي اهو، حدد بس المناطق اللي فيها الجيوب
لو في قلم تحبير برضو ممكن نستخدمه للحاجات دي. طيب بعد كده برضو عندنا الأرضية اهو بنفس النمط ده كده. طبعا الايدين دول ممكن نعملهم بألوان خشبية عادي مش لازم الماركر. ممكن برضه على نفس النمط كده دي القاعدة بتاعت الشكل. طبعا شغالين برضه هتاخدوا وقتكم في التطبيق ان انت ما يكونش عندك اي اجزاء خارجة من السكتش. وفي نفس الوقت في الكورس هنوضح لكم الفرق ما بين الاقلام اللي هي سعرها 25 جنيه في السوق وبين الاقلام اللي هي سعرها 70 جنيه. هنلاقي ان الاقلام الاغلى شويه ما بتعملش التقطيع ده، وهنشوف الكلام ده بكره ان شاء الله في الكورس.